دوري أبطال آسيا كان العين الإماراتي على موعد مع غول القارة الصفراء الهلال السعودي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة في واحدة من أكبر مباريات البطولة إثارة وندية. ومهما بلغت قوة العين مش هتبقى بقوة يعني أكثر من إسكواد الهلال السعودي المرعب، ولكن يحصل ما لم يتوقعه أحد. العين يضرب الهلال برباعية مقابل هدفين في مباراة شهدت تألق المغربي سفيان رحيمي. ورغم قوة الهلال في مباراة العودة على أرضه، إلا أن كتيبة المدرب هرنان كريسبو عملت جيم عظيم وقدرت أن هي تطلع بأقل الأضرار وقدرت أن هي تصعد للمباراة النهائية. خلينا أقول لك بقى أنه على الرغم من هزيمة العين أمام يوكوهاما ماريونوس الياباني في اليابان بهدفين مقابل هدف، إلا أنه في مباراة العودة العين الإماراتي أقام حفلة على ملعب هزاع بن زايد وأكرم ضيفه الياباني ودك شباكه بخماسية مقابل هدف وتوج باللقب. ولكن لما تيجي تسمع كم الأهداف اللي بيسجلها العين في كل مباراة، مجموع المباراتين النهائية 63 وقبل النهائي أمام الهلال 5، هتعرف إنه حقيقي فريق مرعب. هنا كريسبو المدير الفني للعين الإماراتي بيعتمد على طريقة 4-3-1 وبيعتمد على التحولات الهجومية المرعبة في ظهر الدفاع، فرط الحركة غير طبيعي، واللي بيساعده في الكلام ده انه ثلاثي المقدمة سفيان رحيمي وكاكو وبلوسيو الثلاثة يعني لعيبة ما شاء الله جراية بشكل كبير وبتقدر ان هي تعمل اللامركزية رهيبة داخل الملعب. خلينا اقولك ان اهمية سفيان رحيمي مع العين زي أهمية فينيسيوس جونيور كده مع ريال مدريد مع الفارق. طبعا هو التارجت بلاير أو أكتر لاعب عنده حلول داخل الملعب، وده اللي بيخلي كريسبو يديله حرية مطلقة. لاعب بيعمل كل حاجة حرفيا في كرة القدم، لاعب بيسجل بدماغه، لاعب مهاري بشكل عظيم، بيقدر ان هو يستلم ما بين الخطوط وعنده القدرة على كسر الضغط. ده غير بقى انه لاعب سريع وهداف ومرعب بكل الكلمة للخصوم. لاعب مسجل خلال الموسم الحالي 7 أهداف في مختلف البطولات وعامل 2 أسيست في 8 مباريات، والموسم الماضي مسجل 25 هدف وعامل 13 أسيست في 41 مباراة. أرقام مرعبة لسفيان رحيمي أكبر اللعيبة في أوروبا وبعودته مرة أخرى. عايز اتكلم معاك كمان ان كريسبو هتلاقيه ان هو يعني بيعتمد ان هو يطلع بالكرة من تحت مهما كان حجم الضغط، وبيعمل يعني الاوفرلود او زيادة عددية في الجانب الايسر تحديدا، وبيحرك سفيان رحيمي من عمق الملعب للطرف علشان يعمل الزيادة العددية ويطلع بالكرة. تعال نشوف ده قدام الهلال من يومين، الكرة مع قلب الدفاع قوامي بيلعبها للدستروير يونج، بيبتدي ان هو يمررها ويربك الباك ليفت. يعني حضرتك هتشوف قد ايه تجميع اللعب من الجانب الايسر تحديدا عامل ازاي، والراجل ده والراجل التاني اللي هو تراوري تمام علشان يكون متواجد ويعمل الزيادة العددية الناحية التانية. هتلاقي سفيان رحيم سايب العمق ورايح على الطرف واقف جنب الواينر اللي هو بلوسيوس، وكمان كاكو داخل ضامن اللي هو الراجل وينجر داخل ضامن لجوه كأنه هو صانع الألعاب علشان يعملوا الزيادة العددية ويربك ويعرف يلعبها ليه ويسددها لسفيان رحيمي. بسم الله ما شاء الله، شوف بقى الإمكانيات المرعبة. يبتدي ان هو يروح في المساحة بشكل كبير ويعني ويربك الباك اللي هو اللي في ناحية الشمال اللي هو يمرر له كرة تقريبا، وسفيان رحيمي على وجينا نتكلم عليه مش هنخلص منك لله يا بيتسو يا موسيماني. عايز اقولك ان سفيان رحيمي كمان الهلال السعودي قدام الهلال السعودي اللي هو الغول بتاع اسيا، بص هنا يعني سفيان رحيمي يا جماعة يعني مهما اقول ومهما اتكلم حاجة مرعبة فعلا، حاجة كبيرة، حاجة عظيمة. هل كولر هيقابل سفيان رحيمي ازاي في ظل كم الغيابات اللي احنا اتكلمنا عنه واللي احنا هنتكلم عنه؟ كمان عايز اقولك ان النادي الاهلي
عنده مشكلة كبيرة جدا في الطلوع بالكرة في الفترة في الوقت الحالي. طبعا بعد رحيل محمد عبد المنعم وطبعا وإصابة أشرف داري ويوسف أيمن، الناس دي كلها عايز أقول لك إن الناس دي كلها عندها مشكلة. النادي الأهلي حاليا لو قلنا لو يعني لو قعدنا نقول إن هو ما عندوش مشكلة في مباراة العين الإماراتي، يبقى أنا بضحك عليك حقيقي، يبقى أنا بضحك عليك. عايز أتكلم معاك كمان على غيابات النادي الأهلي وأزمة الدفاع أمام العين الإماراتي والحلول المقترحة. طيب أول حاجة كده، لايك وشير وصلى على حبيبك سيدنا النبي الزين، صلى على الحبيب قلبك يطيب. لما نقول في حاجة حلوة يبقى النادي الأهلي، في حاجة حلوة يبقى النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي مشرفنا ورفع راسنا، النادي الأهلي اللي دلوقتي بيستعد كل حديثه عن إيه؟ فيفا انتر كونتيننتال، بطولة العالم للأندية اللي منظمها الفيفا. ماشي، الأهلي يستضيف زعيم آسيا نادي العين الإماراتي الثلاثاء القادم غدا 8 مساء على استاد القاهرة الدولي. وفد رسمي من النادي الأهلي يستقبل نادي العين الإماراتي بيضم محمد سراج الدين ومحمد الجارحي والكابتن حسام غالي والدكتور سعد شلبي والكابتن المهندس سمير عدلي. صالة كبار الزوار في النادي الأهلي بتتفتح على مصراعيها، ترتيبات أمنية على أعلى مستوى. كان في النهاردة كان في اللجنة المنظمة يحضر هنا سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم في اطمئنان على الصورة والأماكن التي سيجلس فيها كبار الضيوف من نادي العين الأمراء والشيوخ، جايين في بلدهم وينورونا ويشرفونا أماكن التصوير اللي هتواجه فيها المسؤولين في نادي العين الأمارات. كل شيء تم الترتيب له اليوم على أروع ما يكون. بكرة إن شاء الله في الساعة 6 مساء استاد القاهرة هيتفتح من 2 الظهر ل 6 مساء على استاد القاهرة والعين، الساعة 8 إن شاء الله المراسقة في 8 مساء الثلاثاء. سيتواجد الفريقين في استاد القاهرة في موعد أقصاه الساعة 6 قبل المباراة بساعتين، وربنا يكرم بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. وتم الكشف عن الكرة اللي هيتلعب بيها المباراة يا جماعة، حاجة عالمية، حاجة عالمية. خرجونا بقى من الهم والمشاكل والأزمات والحكايات بتاعت نادي الزمالك دي. أهم حاجة الكرة اللي هيتلعب بيها مباراة الأهلي والكأس في كأس انتر كونتيننتال، يعني كأس نص، يعني نص كأس الدنيا كلها. الفائز هيطلع على قطر يوم 14 يقابل الفائز من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية الاثنين، ثم الفائز منهم هيقابل بطل أوروبا. بقى حاجة بقى يا جماعة، يعني في حتة تانية، الأهلي رايح في حتة تالتة. تمام، يا رب التماع علينا بخير كده يا رب. لكن عيني الحسود يا جماعة، عيني الحسود ضربت مدافعين النادي الأهلي كلهم، تقولش معمول لهم حاجة، تقولش معمول لهم سحر اسود جاي لهم منين، انا مش فاهم والله العظيم. قلب الدفاع ولا واحد سليم، ابشر ولا واحد سليم. اشرف داري اوعى حد يقولك انه هيلعب المباراة، يعني هنبقى بنهرج لو قرنا انه بيلعب المباراة ماتش يوم الثلاثة يا بيه 48 ساعة، مع انتم مشغولين لسه فرحانين بالزمالك وكده. ايه اللي حاصل يا بيه؟ اشرف داري بيقولوا جير النهاردة الالم ما زالت موجودة في رجله ولن يلحق بالمباراة حتى لو ربطوا له رجله 100 تربيطة وحطوا له بنج بقى ومخدر ومش عارف ايه ومسكنات وكل الحاجات، يبقى صعب. طيب مين التاني اللي مش هيحضر؟ عندنا اربع مدافعين يا جماعة، ما عندناش غيره، رامي ربيعه وياسر ابراهيم ويوسف ايمن واشرف داري. يوسف ايمن اول واحد بره الاربعه، عارفين ليه؟ لانه في ماتش الزمالك جاله ارتجاج، ده كان بينادي على مش عارف مين كده بيقول له يا معز، تمام، وهو راح يشوط ضربات الجزاء. فمباراه العين والاهلي بكره انا باكد لكم ان شاء الله باذن الرحمن، باذن الرحمن الاهلي كسبان، باذن الرحمن الاهلي كسبان. ومعدل لعيبه النادي الاهلي بقى يبان هنا بقى في المواقف الصعبة. الاهلي عنده في الوقت الحالي ازمة كبيرة في خط الدفاع، كبيرة، ازمة كبيرة. كولر بقى هيتعامل مع الازمة دي ازاي؟ كلنا لازم نبقى في ظهر الراجل ويبقى عارفين ان مباراة مش سهلة يا جماعة. انتوا بتلعبوا ثلاثة في خط هجوم العين جبارين، كان ابو كوجو ولا سفيان رحيم ولا التالت اللي انا مش عارفه ده، ثلاثة جبارين. فكولر هيقابل ده ازاي؟ هل هيقابل من نص الملعب؟ هل هيملى نص الملعب ويسيب الاستحواذ للعين؟ ما اعتقدش ان كولر يعمل ده على استاد القاهرة. انت بتلعب في ملعبك وسط جمهورك، لازم تنزل تكشر عن انيابك من بداية المباراة وتنزل ضاغط، بس مش معنى انك تنزل ضاغط انك تفض خطوطك،
لازم تلعب جيم متوازن. انت ما بتلعبش فرقة في الدوري المصري، انت بتلعب بطل اسيا، ما بتلعبش فرقة في الدوري المصري، فلازم تلعب بتوازن، تلعب هجوم تضغط ولكن ما تسيبش دفاعك مفتوح، ما تسيبش ظهرك مكشوف. عندنا مشكلة في الدفاع، عندنا مشكلة. كولر هيتعامل فيها ازاي؟ انا لو عارف مش هقولك، يعني انا لو عارف ان كولر هيتعامل بالازمة دي ازاي انا مش هقولك، لان المباراة دي فيها سرية غير طبيعية. فان شاء الله بندعي الرحمن كده، بندعي ربنا ان المباراة تطلع بصورة جميلة تليق باسم النادي الاهلي وباسم العين الاماراتي، تليق باسم مصر وباسم الامارات. اللي يكسب هنقول له الف مبروك، اللي يخسر هنقول له هارد لك، وهنكمل معاه ان شاء الله وهندعمه في قبل النهائي سواء الاهلي او العين. لازم كلنا يبقى فيه روح رياضية، لازم المباراة تظهر بشكل جمالي، والحاقدين في الاعلام المصري لازم يتعلموا من استقبال النادي الاهلي وتنظيم النادي الاهلي للمباراة وكل حاجة. انا بشكر حضراتكم انكم استكملتوا معايا الحلقة للنهاية. قولولي من وجهة نظركم تتوقع مين الكسبان في مباراة الاهلي والعين الاماراتي. مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير، مع السلامة.